للوقوف عند أوضاع قطاع الصناعة في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، مرحبا بكم. طبعا باعتراف لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية 100 مصنع متوقف عن العمل، إلى ما ترجع أسباب تدهور الواقع الصناعي والقطاع الصناعي في العراق بعد الاحتلال؟ بالنسبة لمسألة المصانع والمعامل، كما عهدنا في السابق أن الحكومات المتعاقبة كانت تهتم في وجود مصانع للدولة وللشركات الأمريكية، وهذا يعني أنه بدلا من أن يكون اقتصاد العراق اقتصاد ريعي يعتمد على النفط، وإنما يراد به في هذه الحالة أن يكون اقتصادا موحدا مشتركا في عدة جهات أخرى، منها مسألة المصانع التي تنتج الكثير من الأمور بما فيها مصانع ثقيلة. بدأت أولا في مصانع البتروكيماويات، لأنه النفط كان مكتشف وموجود داخل العراق، لكن للأسف بعد ما صار الاحتلال وكان المخطط واضح انه هو تدمير البنية التحتية للعراق، فالمصانع توقفت وسرقت ونهبت ولم يبقى اي شيء في العراق من المصانع التي كانت هي العماد الاقتصادي للوطن. لا. طيب دكتور محمد، يعني الإعلان عن إعادة افتتاح 4 مصانع بعد توقفها عن العمل بعد عام 2003، نتحدث هنا عن هذه المصانع في محافظة البصرة، افتتاح 4 مصانع سيحدث فرق في القطاع الصناعي في العراق دكتور؟ أنا باعتقادي أنه إذا لم يتوفر هناك أجواء لعمل هذه المصانع، ومنها أن يكون هناك أمن واستقرار في هذا البلد بدون هذه الأسلحة المنفلتة الموجودة، ممكن أن يبني العراق مستقبل أفضل، لكن هذا لم يتوفر. ولذلك أن ما قاله السوداني خلال مرحلة تشغيل مصنع الدرقة، أحد المصانع للشركات العامة للحديد والصلب، هذا المصنع في البصرة على أساس، أنا باعتقادي أنه يعني هذه مجرد أقوال وادعاءات من أجل أن يقول للناس أنه هو سائر في برنامج تنشيط العمل المستقبلي لوضع العراق، ولذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الأمور إذا ما كان العراق وضعه مستقر، لأنه الشركات التي تأتي إلى العراق في بناء هذه المصانع تريد أمنا وسلاما واستقرارا في هذا البلد، وهم يعرفون جيدا أن البلد يحتوي على مسلحين وهناك نشاطات وهناك عمليات قتل تجري في العراق، ورأس المال يحتاج إلى أولا الأمن والاستقرار في أي بلد يمكن أن يستثمر فيه. دكتور محمد جواد، هل هناك علاقة ما بين تدهور القطاع الصناعي في العراق وزيادة نسب الاستيراد؟ بالتأكيد، وهو هذا المخطط اللي جرى بعد الاحتلال حتى يقوم هذا على أساس الاستيراد من الدول المجاورة وخاصة من إيران من أجل تنشيط العملة التي تذهب بشراء معدات أو شراء مسائل تخص من منتجات الإيرانية تخص اعتماد البلد عليها، ولذلك يقوم على أساس أنه هناك نية في بناء مصانع ممكن أن تؤدي الغرض المطلوب، وأعتقد أن هناك عراقيل سوف تظهر لديهم، وهذه العراقيل هي تقوم بها إيران مثلا، لأنه لا تريد أن العراق
يستنهض قواه الاقتصادية من أجل أن يعتمد على نفسه في إجراء هذه المصانع. وحتى أن نعم. الصناعيين من الجهات الأهلية لا يمكن لهم أن يوفر المال من أجل بناء المصانع، وهم عارفين جيدا أن هناك عصابات ممكن في أي ساعة أن تسرق هذا المصنع أو ذاك. إذن في نقطة الاستيراد، يعني مقصود الاستيراد من أجل إضعاف القطاع الصناعي، دكتور هل ترى في موضوع استحداث الدرجات الوظيفية التي تعلن عنها الحكومة الحالية مع كل موازنة للدولة، هل تراها يعني ذو فائدة للمواطن العراقي؟ باعتقادي أنه ليس ذو فائدة، وإنما هذه الدرجات تعطى لأحزاب هي التي شاركت ودفعت بهذه الحكومة إلى السلطة، وإنما المواطن العراقي الذي يستحق هذا المرتب أو ذاك هو باقي على مرتب صغير لا ينسجم حتى مع ما يقدمه من خدمات جليلة في هذا المجتمع، وإنما على العكس إنهم هم يوفرون المال في موازناتهم، هذه الموازنات التي تقوم على المليارات، وهذه موجهة بالذات إلى أصحاب الكفاءات اللي هي غير معتمد عليها في مجالات متعددة، وإنما هناك تخصصات مرغوب فيها ومطلوب فيها لم تؤخذ بنظر الاعتبار للأسف. الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لكم.